السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ومساء الخير وحياكم الله، وإن شاء الله تكونون بخير وسعادة. هذا الفيديو بيكون خاص بالمذكرات الحرفية لأول 3 أشهر من سنة 2022 اللي هي يناير وفبراير ومارس، فبنشوف شنو أنا اشتغلت في هذه الفترة. أول شيء أنا اشتغلت، طبعا وايد أحب أشتغل الدمى مع أن أكره قرزة الحشو فيهم. اشتغلت هذه الدمية، واشتغلت هذه الدمية بعد، واشتغلت هذه الدمية، واشتغلت هذه الدمية. طبعا هاي بالنسبة حق الأرانب. اشتغلت 4 أرانب، واحد منهم طبعا بلون سودا بس لبست الفستان، والثلاثة استخدمت فيهم الخيوط ماركوتون جولد ملونة، وسويتهم بهاي الشكل. طبعا انا دايما اشتغل الدمى اكثر شيء يعني مو بخيوط كوتون جولد، واستخدم معهم سنارة رقم 2.5. طبعا هذه كوتون جولد معروف السادة، اما هذولين فاستخدمت فيه كوتون جولد الملون اللي هي بروحها ملون، فهاي التدرج الالوان اللي ماشي على الخيط. ف براويكم الخيط، هذه خيوط كوتون جولد اللي استخدمتها حق عمل الدمى. شايفين هذه استخدمت في ذي الخيط، وهذه استخدمت في ذي الخيط، وهذه استخدمت في هذه الخيط. طبعا الدمى دايما 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 اشتغلهم بسنارة رقم 2.5. طبعا انا افضل دايما ان انا اشتغل بخيوط كوتون جولد. واشتغلت هذه الشنطة بتقنية التابستري، طبعا استخدمت فيها 4 ألوان بالإضافة إلى اللون الأساسي حق الشنطة. طبعا هذه شكل الشنطة من الجوانب، طبعا الخياطة بتكون في الجوانب بهاي الشكل، هاي شكلها، وهاي من الأمام والخلف، ومن تحت تصير فيها هذه التشكيلة. طبعا باترون هذه الشنطة موجود عندي في حسابي في الانستغرام، فاللي حاب ان هي تشوف الباترون او ان هي تطبق الباترون تقدر تدخل في حسابي على الانستغرام وتشوف الباترون موجود هناك. طبعا هذه الشنطة اشتغلتها بخيوط استخدمت معاها خيوط جونكا اللي هي هذه هي الخيوط من كورتوبا. طبعا هاي الخيوط مخلص، انا استخدمت هذه الخيط في اكثر من مشروع، فكان هذه واحد من المشاريع، هاي الشنطة واحدة من المشاريع اللي استخدمت فيها هذه الخيط. طبعا هما مشروعين، مشروع الشنطة ومشروع ثاني بطانية، فالبطانية وحدات عشان كذي ان استخدمت نفس الخيوط في هاي المشروع، والباقي ان شاء الله بكمل عليه في مشروع البطانية لانها وحدات، فعادي انه يعني استخدم خيوطها في اي وقت. واستخدمت مع خيط كورتوبا جونكا سنارة رقم 3.5. طبعا الخيط يعطينا هذه الخيارات حق السنارة اللي هو رقم 4، بس لان انا اشتغل فيه بقرزة حشو فافضل اني استخدم
يعني سنارة يكون رقمها أقل بنص أو بواحد عن الرقم اللي حطيناه على الخيط. فأنا هني استخدمت 3.5 حق هذه الشنطة. طبعا مثل ما قلت لكم انها 4 ألوان مع اللون الأساسي فهما 5 ألوان، وممكن يكونوا خلصوا من كذي ما يعني ما طلعت إلا هذا الخيط منهم عشان أراويكم نوعية الخيط. فهذه طلعت بهاي الشكل مثل ما انتم شايفين. هاي ثاني مرة راح أراويكم شكل الشنطة. طبعا خذيت ميكس من الألوان وسويت فيه الكركوش اللي هني وركبته، وحطيت حق الشنطة سحاب عشان أقفلها. كنت بحط لها المغناطيس بس بعدين فكرت إن السحاب بيكون أفضل، ممكن استخدامها حق مكياج او ان نخلي فيها الاقلام. طبعا حشيت بالقماش عشان انها تصير منفوخة عشان تبين عندكم بشكل اوضح شلون شكل الشنطة وتكون واقفة. واشتغلت هذه الشنطة الصغيرة حق الجوال. طبعا هاي تكفي ان هي يدش فيها الايفون 7. طبعا اشتغلت هاي الشنطة بخيوط، يعني هاي كانت بقايا خيوط يعني شيء قديم، فما اعرف شنو ذي الخيط، بس استخدمت معه سنارة رقم 4 سويتها بهذا الشكل. هاي شكلها من الخلف، وركبت لها هني العلامة الهاند ميد، وركبت لها هني زر عشان تتقفل، فشكلها من داخل صاير بهاي الشكل. نفس خيوط التي شيرت بس معتشف، مسوينا ضفيرة ومركبته هني هاي شكله. طبعا يعني شنطة موبايل كروس صغيرة وحلوة ومرتبة مع اللبس. بس للأسف ان هذه الخيط يعني شيء قديم عندي، فما بعرف شنو نوع الخيط ولا عارفة يعني ولا شيء عرفته عن الخيط. هو شيء بقايا خيوط موجود عندي من زمان، فيعني استخدمته الحين بس مو بعرفة شنو، مع انه عاجبني الخيط واتمنى اعرف شنو عشان اقدر يعني اروح اشتري منه، لان حتى نفس لونه او شيء في المحلات مو بلاقية، عشان يعني حتى لو شفتني بعرف انه هو ذي الخيط او لا. القرزة عادية يعني بدايتها مربع الجراني وبعدين كملت عليها، وهني في الزاوية بس مجرد انه يكون قرزة عمود بلفة امامية. واشتغلت بعد هذه المفرش بخيط اللي هو ستايلش اليز اورا. مثل ما انتم شايفين شكل الخيط، اول شي براويكم شكل الخيط. مثل ما انتم شايفين ان شكل الخيط شو شلون صاير بهاي الشكل، يعني ما اعرف شلون يعني اقول لكم عن الخيط. شوفوا شلون صار، يعني كأن هذه الخيط داخل وهذه يعني في نفس الخيط كذي ملفوف عليه، وهذه صاير يعني نفس الحشوة داخله. شوفوا بهاي الشكل ملفوف عليه بهاي الشكل، وهذه صاير داخل، فمعطيني الشكل اللي انتو شايفينه بهاي الشكل. طبعا هذه الخيط هني استخدمت في هاي المفرش الخيط دي مع سنارة رقم 2.5، فعطوني هذا الشكل للمفرش. طبعا انا ما حبيت هذا المفرش، في يعني صاير مو مشدود عدل، حتى مع الفرد ما انشد بالطريقة اللي انا بغيتها، يعني ما صار مفرود، فما حبيت النتيجة. فانا قررت انه انا افل له هذا المفرش. فجربت هذا الخيط في اكثر من مشروع ما عجبني، لان الخيط ما ادري شلون يعني صاير. فأخيرا لقيت المشروع اللي يناسب حق هذه الخيط اللي هو هذا المشروع، يعني مع تعدد استخدامي في أكثر من مشروع ما عجبني في المشروع إلا هذه
ما عجبني في الخيط إلا في هذه المشروع. يعني تشوفوا شلون شكله صاير هني، هذه النتيجة اللي عطوني إياها. فحبيت إنه أفل هذه القطعة وأكمل عليها في هذه المفرش. طبعا أنا هذه الخيط كان عندي منه 3 بكرات، بكرة وشوي استخدمتها في مفرش أنا يعني اشتغلتها في يعني شرح لباترون على القناة. بعد ما حبيت النتيجة فيه، مع انه يعني شكليا هو حلو بس يعني نتيجته انا ما عجبتني وايد. في النهاية رسيت على هذا المشروع ان اكثر مشروع حبيت فيه ان استخدم هذه الخيط هو هذا المشروع. فعلشان كذي انا قررت اني افل هذه القطعة واكمل فيها على ذي المشروع، واكمل حتى هذه البكرة على هذا المشروع، سواء طلع معي يعني مفرش مستطيل او مربع بعد يعني بكمل عليه وبخلي بلاقي له مكان احطه فيه. بس اهم شيء انه يكون اقتنع بالمشروع، لان فعلا فعلا هذه المشروع ويا المشروع اللي قلت لكم عنه موجود في القناة كلش ما حبيتهم بهذه الخيط. يعني المشروع الوحيد اللي حسيت اني مقتنع فيه هذه، فبكمل به سواء كان مستطيل او مربع بواصل فيه لما اكمل هذه البكرة كاملة على هذه الحركة. وان شاء الله اراويكم النتيجة مالت هذه المفرش كامل لان كملت هذه البكرة في المذكرات الجاية ان شاء الله. طبعا هذه هني استخدمت 2.5 السنارة، وهني استخدمت سنارة رقم 3، كبرت السنارة يعني بس 0.5 mm. اللي اشتغلت في هذه الفترة كان هو عبارة عن هذه كيس التسوق اللي هو عبارة عن هاي القرزة وهاي شكل الكيس. طبعا لا صورة اوضح في الانستغرام، اللي يبي يشوف شكله في لا صورة اوضح على الانستغرام. طبعا هذه ماخذتها من فيديو، يعني متابعة فيديو. طبعا حتى المفرش اللي رويتكم اياه اللي احنا بكمل فيه بالخيط اللي رويتكم اياه الحين، هذه له فيديو بحطه لكم في اسفل المذكرات، عشان اللي حاب انه يطبق نفس هاي الفيديو تلاقي الفيديو في صندوق الوصف. وهاي بعد نفس الشيء في لها فيديو هاي الشيز، فبحط لكم بعد اسفل المذكرات في صندوق الوصف، عشان اللي حاب انه يطبق نفس هذه المشروع يقدر يحصل الفيديو بسهولة. طبعا هاي شكل التشيز، فانا حطه خليته تشيز حق المشاريع اللي عندي، يعني حق خيوط المشاريع. فهني عندي مشروع بسويه، فيمعت خيوطه كلها داخل هاي التشيز. طبعا هاي شكل التشيز من فوق، وهاي مسكة اليد مالته بهاي الشكل، وهذه شكله من الجانب. طبعا بداية المكان اللي يعني حتى هي اللي مسوي الفيديو فيه مبين هني نفس هاي الخط اللي هو بداية السطر، في كل يعني بداية السطر يبين انه صاير خط واحد كذي. فبحط لكم الفيديو حق اللي حاب انه هي تطبق نفس هذه الشيس. الشيس هذه استخدمت في هاي اللون بكرة وشوي، يعني هذا اللي بقى من البكرة، وطبعا هذه شوي استخدمنا من البكرة. هذه طبعا هاي الخيوط نتنج يارن، هاي الخيوط يعني اكريليك مخذته من اكريليك مخذته من رامز 500 فلس كانوا، فخذيت منها كمية. فمو بعرف شنو اسوي فيها، فاول ما شفت هاي المشروع مال تشيز قلت انه بسوي فيه هذه المشروع. فهذه نتنج يارن، فاستخدمت معه سنارة رقم 4 في هذه المشروع. التشيس ما شاء الله واسع وياخذ يعني كمية عودة من الأغراض، إذا أنتوا حابين أن أنتوا تزيدون فيه يعني. يعني هذه حتى وأنا كذي بخليه في يعني ترصته بالخيوط في مساحة أن أنا أزيد في الخيوط داخل التشيس. قلت
بعد هذه الميدالية الجميلة. طبعا أنا أحب شكل البومة وايد، يعني وايد أشياء فيها بومة وايد أحب شكلها، فتلاقوني أخذ شكل البومة أو أسوي بومة، أو يعني أشياء وايد كلها بومة بومة بومة. فحبيت البومة هذه وسويتها كيوتة صغيرة، وهاي الجناحات مالتها، وركبت لها الحديدة هاي مالت الحلقة مالت الميدالية بهاي الشكل. طبعا طبعا الدمى طبعا اذا بشتغلهم دايما اشتغلهم بسنارة 2.5، ولكن استخدمت معاهم هذه الخيوط. طبعا هاي الخيوط تي كمية مع بعض، يعني ناخذها كامل، لازم تاخذهم كامل مع بعض لانهم اصلا خيوط ميني، يعني بهذه الحجم ميني كوتون لاميا. انا استخدمت هاي الخيط في عمل هذه البومة، يعني هاي الخيوط شوش كبير الخيط كيوت، وهي اظن 12 لون، او مو متأكدة 12 لون في كيس واحد، فاختاريت منهم 3 الوان واشتغلت فيهم هذه البومة. هو عبارة عن لاميا ميني كوتون 100% كوتون، وهذه ارقام السنارات اللي نستخدمها لها. بس انا استخدمت معاها مع هاي الخيط سنارة رقم 2.5 حق اسوي هذه البومة، لان انا احب اسوي الدمى بقرزة الحشو بسنارة رقمها اصغر من رقم الخيط بنص او واحد. فطلعت معاي هذه البومة الكيوتة، سويت ميدالية صغيرة مش كبيرة. كذي وهني خذيت 3 خيوط من الوان الجناح وحطيتهم هني حق من فوق. اصغر عيون لقيتهم في المحلات عشان اركبهم في هذه الدائرة عشان يصير سواد عين البومة. اخر شغلة اشتغلتها في هاي الفترة كانت عبارة عن هذه التري، اشتغلتها حق الوالدة التري هاي خالي، وقالت لي سوي ضبطي لي اياه حق رمضان. وطبعا من الافكار اللي جاتني طبعا هذه الفكرة اللي سويت لها، هذه عبارة عن قطع كلينكس، وهاي الليون نفس العملات المعدنية حطيتها، وهاي طبعا اللي هني هاي الورق ورق الذهب هذه اللي هني على الاطراف، وفوقها صبيت ريزن عشان انه يثبت الكلينكس وكل شيء وما يتحرك شيء فيه. طبعا هذه كان اخر الفترة، واتمنى ان كل الاعمال اللي شفتوها عجبتكم، واذا كان في اي عمل من الاعمال في لا باترون او لا فيديو بتلاقون اي باترون في واي فيديو بتلاقونه تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو، يعني اي شيء حابين تطبقونه بتلاقونه في يا اما الانستغرام او يعني لا رابط تحت في صندوق الوصف. واتمنى ان كل اعمالي عجبتكم، واذا حازت اعمالي على اعجابكم اتمنى ان ما تحرموني من تعليقاتكم الحلوة، وما تحرموني من لايكاتكم، وتشاركون هذه الفيديو مع ربعكم واصحابكم اللي يحبون هذه النوع من الاعمال. واتمنى انكم استمتعتوا في المتابعة، ومع السلامة.